دكتور حتى يعني نقترب إلى فكر الجمهور، يعني بمعنى أنه إيران لما تريد توصل رسائل أو تضغط باتجاه ربما البرنامج النووي، هناك قواعد عسكرية في كل الدول التي تحيط بإيران، لماذا تقصف وتوصل رسائلها فقط في الساحة العراقية؟ هذه مشكلة عراقية؟ لأنها تريد أن تضعف العراق، لأنها لا تريد للعراق أن يكون قويا. العراق سيكون قويا لو استقر، لو استثمر علاقاته مع الولايات المتحدة ومع الدول الغربية. ولكن إيران تعمل منذ تأسيس الدولة العراقية على زعزعة استقرار العراق، هذه حقيقة. هناك مشكلة عراقية يجب أن يواجهها العراقيون، وهي وجود جماعات مسلحة ترعاها إيران. هذه الجماعات يجب أن نواجهها بغض النظر عن الصراع الأمريكي الإيراني. إيران دولة من دول العالم الثالث، الولايات المتحدة دولة عظمى، وبإمكانها أن تحمي مصالحها في إيران وفي في أي مكان في العالم. القول بأن أمريكا وإيران دولتان متساويتان هذا وهم. إيران دولة لا إيران تقع تحت ضغوط، محاصرة، دولة منبوذة، دولة مارقة. كيف يمكن أن نساويها بالولايات المتحدة؟ وخصوم في الساحة العراقية، وليسوا يعني حلفاء كما يوصف أو منسقين أو متفاهمين، هم خصوم في الساحة العراقية. خصوم لمن؟ يعني مع بعضهم البعض، بعض تجاه بعض في الساحة العراقية أنا أقصد. هناك تنافس، ولكن التنافس هو بين هذه الجماعات التي هي معظمها موالية لإيران أو تابعة لإيران، وهي بالتأكيد ترعى مصالحها، وإن رأت أن الولايات المتحدة هي القوة الكبرى التي يجب أن يتصالحوا معها فسوف يتصالحون. في العراق لا توجد سياسة، توجد جماعات سياسية متصارعة ومتقاسمة للسلطة. هذه مشكلة، وهي مشكلة عراقية. وهناك جماعات مسلحة، ليس هناك حزب أو جماعة لا تمتلك جماعة مسلحة، لا تمتلك ميليشيا. الكل يحارب، لديه سلاح ويدعي أنها ديمقراطية، وهي ليست كذلك. لا يمكن أن تقوم الديمقراطية بوجود السلاح، بوجود مسلحين يختطفون ويقتلون المرشحين ويسلبون ويسرقون المال العام ويسيطرون على المنافذ الحدودية ويضربون المطارات. هذه ليست دولة. الحكومة العراقية يجب أن تطلع بمسؤولياتها. مسؤولياتها هي حماية الدولة، حماية المواطنين، حماية المال العام، ومواجهة الجماعات المسلحة. هناك جيش عراقي، وهناك شرطة، وهناك مؤسسات، لماذا لا تفعلها الحكومة؟ يعني ممكن الآن الآن المواطن اللي يسمعك دكتور حميد يقول لك كلها مخترقة، كلها تتبع لجماعات سياسية. مبدأ المحاصصة فرض على الأحزاب أن تسمي حتى القيادات العسكرية في مناطق مهمة بعينها، كلها مخترقة. أين هي الأحزاب يا أخي العزيز؟ لا توجد أحزاب في العراق. يعني حزب يرثه الابن، يموت الأب ويأتي الابن، أي أحزاب هذه؟ هذه جماعات لديها أذرع عسكرية تحاول أن تسيطر وتأخذ حصة أكبر من المال العام وتستعبد الناس. لا توجد عملية سياسية حقيقية في العراق، وهذا هو الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة. إيران تستغل هذه العملية، ولذلك لديها 70 ميليشيا في العراق. إيران لديها ميليشيا واحدة في لبنان، ميليشيا واحدة في اليمن، ولديها 70 ميليشيا في العراق. لماذا؟ ولل 50 ميليشيا لماذا؟ الهدف هو شرذمة العراق وإضعافه، هذا واضح. وعلى الحكم وعلى الوطنيين العراقيين أن يدركوا هذه الحقيقة.